السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنكمل شرح الكلاش ماتريكس باستخدام النافيس ووركس. طبعا احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الكلاش ماتريكس وعرفنا اهميته وعرفنا ازاي نجهز شيت اكسل خاص بكل الاليمنت اللي انا محتاج ان انا اعمل ما بينهم وبين بعض كلاشز على حسب البريورتيز. نرجع تاني للنافيس ومن تابت هوم هنختار كلاش ديتكتيف. هتظهر الويندو اللي انا ببتدي اعمل جواها اساين للتست بتاع الكلاش. هعمل اد تست وبعد كده هبتدي ان انا اسمي التست ده على حسب الكلاش اللي انا هعمله. على سبيل المثال انا دلوقتي عايز اعمل كلاش تست ما بين الكيبل تريز وما بين الضبط، فانا هسميه سي تي فيرسز ضبط، وهراعي ان انا اعمل الكلاش تست بنفس الترتيب. يعني انا عندي في السليكشن ايه اللي هو اول element انا هكلاش بيه هيكون الكيبل تري، والسليكشن بي هيكون الضبط. وعشان اعمل سيلكشن للكيبل تريز عندي اربع طرق، يا اما عن طريق الستاندرد سيلكشن وساعتها بنزل عند الموديل بتاع الالكتريكال بعمل اكسباند، بنزل تحت الليفل اللي فيه الكيبل تريز على سبيل المثال ليفل 1 واختار الكيبل تريز والفيتنجز بتاعته مع نفس الطريقه بالظبط مع الموديل بتاع الميكانيكال ليفل 1، وانزل اختار الدكت مع الدكت فيتنجز، يا اما عن طريق الكومباكت سيلكشن ساعتها انا بختار ليفل 1 بكل الاليمنت اللي موجوده فيه سواء كيبل تريز او غيره، يا اما عن طريق البروبرتيز، واخر حاجه عندي هي السيتس. لكن طبعا السيتس مش موجوده عندي في السيلكشن اوبشن عشان انا مش ضايف اي ست لسه للموديل. طب تعالوا كده نضيف ست خاصه بالكيبل تريز، ندوس على كلمه فايند ايتمز، وبعد كده من كاتيجوري هختار اليمنت كاتيجوري contains هنقول كيبل وادوس انتر، وبعد كده هقول له فايند اول. لو دوست على السلكشن انسبكتور هيجيب لي ان هو ماسك 3 ايتمز هما دولت الايتمز الوحيده اللي موجوده عندي في الموديل. هقول له هايد اند سيلكتد هما دولت. هقفل تاني السلكشن انسبكتور وهفتح المانج بتاع السيتس وهقول له سيف سيرش هسمي كيبل تري او سي تي، وبعد كده هرجع لي الكلاش ديتكتيف وهدوس على السلكشن اوبشن وهلاقي تحت سيتس اختار الكيبل تري مع الضبط. ننزل تحت هنلاقي عندنا السيتنجز الخاصه بالكلاش. في اربع انواع من الكلاش: الهارد والهارد كونزرتيف والكليرنس والدوبليكتس. بالنسبه لي الهارد والهارد كونزرتيف هو بيختبر ان element داخل في element بتولرانس معين. على سبيل المثال ان انا لو اخترت ان انا اخلي التولرانس في الهارد وليكن 10 سنتي وكلشت ما بين الكيبل تري وما بين اي ميكانيكال اكويبمنت، فلو عندي كيبل تري داخل في ميكانيكال اكويبمنت لحد 10 سنتي ده ما يعتبرش كلاش، اكبر من 10 سنتي يعتبر كلاش. بالنسبه للكليرنس هو بيختبر المسافه اللي ما بين اي اتنين element. على سبيل المثال لو بشوف الكليرنس اللي ما بين الكيبل تري ما بين الضغط واخترت ان التولرانس تكون 30 سنتي، فلو المسافة اللي ما بين الكيبل تري وما بين الضغط اصغر من 30 سنتي هيعتبرها كلاش، لو اكبر مش هيعتبرها كلاش. الدوبليكتس بيختبر وجود element بنفس البروبرتيز والبوزيشن. طيب نرجع تاني للهارد كلاش وهنقول ان عايز اعمل هارد كلاش ما بين الكيبل تري وما بين الضغط ب 10 سنتي وهقول له ران تيست، هيجيب لي ان مفيش كلاش. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا وهو ان انا وانا بعمل كلاش لازم اعمل ان هايد اول عشان الحاجه اللي انا بعمل لها هايد ما بتظهرش معايا في الكلاش، فانا هعمل ان هايد اول وهلاقي ان الستاتس بتاعت الكلاش بقت اولد. هعمل سيلكت على الكلاش تيست وهقول له ري ران تيست، هيظهر لي الكلاشات اللي ما بين الكيبل تري وما بين الضغط. يكون عندي اول حاجه الكلاشز، هنا عدد الكلاشز، بعد كده النيو دي الكلاشات الجديده، الاكتيف كلاشز دي الكلاشات اللي لسه ما اتعالجتش، الريفيود والابروفد دي انا اللي بحددها لان انا احيانا بيكون عندي كلاشز انا ما اقدرش ان انا اعالجها. على سبيل المثال الكلاشز اللي ما بين الداون كوندكتورز الخاصه باللايتنج سيستم وما بين الاستراكشر كولومز. الريزولف دي لو انا حليت كلاش بينزل تحت الريزولفت. انا مثلا هختار اول كلاش ظهر معايا هنا واغير الستاتس بتاعته وهخليها ريزولفت. بمجرد ما بخلي الكلاش ستاتس لريزولفت بيتشال من التوتال كلاشز كنيو وبيضاف تحت ريزولفت. طيب انا هلاحظ ان عندي مجموعه اوبشنز موجوده تحت الكلاش تيست. اول اوبشن ريسيت اول،
ده بيعمل ريسيت لي الفاليوز اللي طلعت معايا، او لو انا غيرت الستاتس بتاعت حاجه بيرجعها تاني للديفولت ستاتس بتاعتها. الكومباك تول ده بيشيل لي ريزولفد كلاشز من الكلاشز اللي ظهرت معايا. انا دلوقتي عندي كلاش واحد ريزولفد من اصل 4، لو دوست كومباك تول هيبقوا خلاص هيشيلوا، يبقى عندي 3 كلاشز بس. ديليت اول ده بيشيل او بيمسح التاسك نفسه. انا دلوقتي لو دوست على ري ران تيست كده كاني بعمل ران على التست اللي انا كنت لسه مطلعه ده، فهنلاحظ ان هو هيخلي 3 كلاشز اللي كانت فاضله معايا من التست اللي قبله تحت الاكتف، والجديد الوحيد اللي معايا هو اللي انا كنت عملت له اساين كريزولفد. عشان ارجع تاني كل حاجه للديفولت بتاعتها هقول له ريسيت، بعد كده ري ران، كده كل حاجه عندي بقت نيو. انا دلوقتي عايز احل الكلاش ده من الريفت. عشان احل الكلاش ده من الريفت هنزل تحت وهدوس على ايتم. تحت الايتم بيجيب لي التو اليمنت اللي انا بكلاش ما بينهم، في الالكتريكال الكيبل تري والكيبل تري فيتنجز، وفي الميكانيكال في الدكت. عشان امسك الكيبل تري ده جوه الريفت لازم اكون فاتح الموديل، فانا دلوقتي هرجع افتح الموديل. انا طبعا دلوقتي فاتحه، هرجع على نيفس وهقول له سويتش باك. انا لازم اعمل سويتش باك الاول من الريفت. هرجع على الريفت وهروح على ادنس اكسترنال تول وهقول له سويتش باك. هرجع تاني جوه النيفس وهقول له سويتش باك. الريفت باي ديفولت بيكريت لي نيفس ورك سويتش باك في 3 دي فيو، لكن انا وحظي ممكن انك تشوف الكيبل تري ده ممكن ما تشوفوش. فاحسن حاجه ممكن تعملها انك على طول هتروح على السلكشن بوكس عشان تشوف الكيبل تري. احنا دلوقتي عايزين نحل الكلاش ده جوه الريفت، فكل اللي هنعمله ان احنا مثلا هنقول له هنا الكتريكال، نخلي ده واير فيرم، ونروح عند اي اليفيشن ونموف الكيبل تري لحد ما يبعد عن الميكانيكال ايكويبمنت. طبعا هو زمانه كلش في حاجه تانية، بس احنا عايزين نحل الكلاش ده بس. وهنيجي هنا نرجع للنيفس وركس 3 دي فيو ونعمل اكسبورت نيفس وركس، اختار الفايل اللي احنا داخلين جوه النيفس وهقول له سيف. نرجع للنيفس ونيجي هنا نعمل ريفرش، نرجع للكلاش ديتكتيف، وهنلاحظ ان في علامه ايرور ظاهره جنب الكلاش تيست. فانا هدوس على ابديت اول، بمجرد ما هدوس ابديت اول هلاحظ ان الستاتس بتاعت كل الكلاشز عندي اتغيرت، بقى عندي 2 نيو 2 جداد، ودول اتظهروا بمجرد ما حركت الكيبل تري على اليمين، فبالتالي هو كلش مع ضغطه وكلش مع اليمنت تاني. الاكتيف ده الكلاش اللي فضل من الريبورت او التيست اللي قبله، ريفيود والابروفد زي ما هما. ريزولفد انا كده حليت 3 كلاشز، يعني انا تفاديت 3 كلاشز من التست اللي قبله، فبالتالي بقى عندي توتال 6 كلاشز. انا دلوقتي هعمل كومباكت اول، بقى عندي 3 كلاشز 2 نيو 1 اكتف. هبتدي ان انا اكرر نفس الخطوه دي مع بقيه الكلاشات لحد ما احلهم كلهم. طبعا ده كان بالنسبه للهارد كلاش. الكليرنس كلاش نفس الفكره، ببتدي ان انا اظبط التولرنس على حسب المسافه اللي انا محددها ما بين كل تو اليمنت، وابتدي ران كلاش، ابتدي عليك الكلاشات، وهكذا مع بقيه التايبس. ده كان بالنسبه للكلاش. اتمنى يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.